ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هنعمل النهارده اسهل طريقه لغرزه المروحه، اللي هي دي. هحاول بس اقرب الصوره شويه لان الاضاءه عامله عكس على الورقه بتاعه الكتاب كده. تمام. طيب، اول حاجه انا هبتدي، هي دي سهله جدا، ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش عمدان، يعني هي فيها عمدان كغرزة لكن مفيش حواليها حاجات كتير. طيب، هنشتغل اول حاجة، هنعد عدد السلاسل من تحت. لما باجي اقرأ الغرز اقراها من الشمال لليمين. عندي دول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 وواحدة ارتفاع. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر وواحدة ارتفاع. هسيب 1 2 3 4 وهخش في 5 بعد الارتفاع على طول، يعني أنا هسيب واحدة ارتفاع الناحية دي، وبعدين هسيب 4 وهخش في 5. 1 2 3 4 هخش في 5، هعمل عمدان كم عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 عمدان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بعدين هسيب من تحت 1 2 3، هسيب 3 وهخش في الرابعة اعمل نص عمود. 1 2 3 الرابعة هخش اعمل نص عمود. هسيب برضو نفس الكلام 3 وهخش في الرابعة أعمل العمدان بتاعتي. 1 2 3 هخش في الرابعة هعمل 9 عمدان زي اللي أنا عملتهم الناحية دي. بعد ما عملت 9 عمدان متبقي معايا تحت 4 سلاسل، هسيب 3 وهخش في الرابعة أعمل النص عمود. ده كده أول دور. الدور اللي بعده هطلع 4 ارتفاع وفي نفس المكان هعمل عمود بلفة. 1 2 3 4 هلف الشغل وفي نفس المكان هعمل عمود بلف. في نفس المكان عملت عمود بلفة، هاخد سلسلتين ونص عمود في العمود اللي في النص. دول عندي 9، هسيب 4 الناحية دي و4 الناحية دي، وهاخد في 5 اللي في النص نص عمود. سلسلتين، 1 2 3 4، في 5 هشتغل نص عمود، بعدين سلسلتين. هاجي عند النص عمود اللي تحت اللي انا كنت واخداه تحت، هعمل عمود سلسلتين عمود، يعني غرزة في، عمود سلسلتين عمود في نفس المكان، وبعدين سلسلتين نص عمود في الغرزة او في العمود الخامس. 1 2 3 4 الخامس هشتغل نص عمود سلسلتين. هاجي عند السلسلة بتاعت الارتفاع هشتغل عمود سلسلة عمود عمود سلسلة عمود تاني في نفس المكان. طيب، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ان انا هطلع 3 الارتفاع وهبدأ اطلع الدور الجديد. طيب، هبعد بس عشان الصورة تبقى اوضح. انا هكرر نفس اللي انا عملته ده تاني. هطلع 3 ارتفاع، 1 2 3، وفي الفراغ بتاع غرزة الفي اللي انا واخداها من هنا اللي هي دي هعمل 4 عمدان. 1
اتنين، تلاتة، أربعة، نص عمود على النص عمود، ده 9 عمدان في غرزة الفي اللي في النص، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، بعدين هعمل نص عمود على النص عمود اللي في النص هنا، بعدين هاجي هنا اعمل 5 عمدان، 1 2 3 4 5. دي كده الغرزة اهي طالعة معايا. هرجع اكرر نفس اللي انا عملته ده تاني. الدور اللي بعد كده اللي هو الرابع هعمل السلاسل وغرزة الفي، وبعدين ارجع اكرر كل الادوار. المساحة بتاعت الغرزة هما 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني انا هزود بال9 وهنقص بال9. العدد بتاعها عدد فردي، عدد السلاسل بتاعتها عدد فردي، بزود بال9 وبنقص بال9. اهي الشكل النهائي بتاعها. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واستنوني في الفيديو الجاي.